أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. على مدى ساعتين سنكون معكم كالمعتاد. ملفات هذه الحلقة: البداية ستكون من العملية الدقيقة للتحالف ضد الأهداف العسكرية المشروعة في مطار صنعاء. مطارات المملكة جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية مع عرقلة الميليشيا لوصول هذه المساعدات. خلال شهر ديسمبر الجاري الضربات الاستباقية للأمن تحبط 3 عمليات لتهريب ملايين أقراص الكبتاغون إلى المملكة. والفورين بوليسي: مصانع مخدرات حزب الله تستهدف السعودية تحديدا. ملفنا الثالث في ساعتنا الأولى: ليبيا مع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية، خصوم الغرب والشرق يلتقون في بنغازي، توافق بشأن المصالحة الوطنية وفراغ دستوري يلوح في الأفق. ساعتنا الثانية: مع محاولات الترويج لمصطلحات الهوية الجنسية المخالفة للقيم والأديان، تساؤلات بشأن قوة القيم ومحاولة اختراقها وتأثير السلوكيات المنحرفة على المجتمعات. كورونا ملف حاضر معنا في ساعتنا الثانية: الحالات المسجلة في المملكة تتخطى 200 للمرة الأولى منذ أشهر، تحرك سريع من الصحة بتطعيم الفئة من 5 إلى 11 عاما. روسيا والغرب تهديدات متبادلة، والرئيس بوتين يحذر: سنواجه أي تحرك للناتو في أوكرانيا عسكريا وتقنيا. والفاينانشال تايمز: لا توافق داخل الأطلسي على التفاهم مع موسكو. نبدأ بعد قليل. أهلا بكم. أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطار صنعاء الدولي أمام الطائرات الأممية والدولية منذ 19 من ديسمبر. وأكد التحالف أن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثي لمطار صنعاء، مشيرا إلى أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة بتنسيق مع الحكومة اليمنية. كما أكد التحالف استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني وبإشراف أممي. هذا وأحبطت قوات الجيش اليمني هجوما للميليشيا الحوثية غربي مأرب إثر محاولتها استعادة مواقع تم تحريرها من قبل قوات الشرعية. ونفذ الجيش اليمني كمينا محكما استهدف تجمعا للحوثيين جنوبي مأرب، ما أسفر عن مصرع 14 عنصرا من الميليشيا مع إعطاب طاقمين قتاليين تابعين لها. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن إسقاط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق والقانون الدولي الإنساني، ووجه ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بالمطار. نتابع التفاصيل. هي لمبة الهدف، طبعا هذه دائرة مزيد التشويه. بعد أن حولته الميليشيا الحوثية إلى ثكنة عسكرية، تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي. وكان التحالف قد كشف فيديوهات أظهرت تدريب عناصر الحوثي على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بإشراف الحرس الثوري وخبراء من حزب الله اللبناني، مع اختبار منظومات صاروخية في المطار المدني. دعا التحالف إلى إسقاط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، خصوصاً وأن الضربات الدقيقة للمطار تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود. فمطار صنعاء تحت سيطرة الميليشيا لم يعد بأي حال منشأة مدنية، بل معسكر لتدريب الإرهابيين وثكنة تضم مخازن أسلحة وورش تركيب الطائرات المسيرة وقاعدة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة. وفيما يدعم التحالف بقيادة المملكة الشرعية عسكريا لإنقاذ اليمن، تتسارع الخطوات السعودية لمداواة جراح المواطن اليمني وتخفيف معاناته عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى الرغم من عراقيل الحوثي
ومنعه وصول المساعدات. العمل مستمر مع الحكومة اليمنية ومستمر من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الإغاثة للنازحين والذين يتعرضون الحقيقة لكثير من الاعتداءات بالصواريخ والدرونز في مخيماتهم التي هربوا منها، التي هربوا إليها. وهناك خطة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمرة في دعم هذه المنطقة. أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها مسؤولية تطلع بها المملكة مع تحفيز كل الجهود الهادفة للحل السياسي وإحلال السلام، في الوقت الذي يواصل التحالف عملياته النوعية للتعامل مع أي تهديد محتمل من الميليشيا وداعمها. للنقاش انضم لنا من القاهرة الباحث العسكري والاستراتيجي العقيد يحيى أبو حاتم. عقيد يحيى، قبل أن نأتي على تفاصيل هذه العمليات واستناد قوات التحالف لدعم الشرعية على القانون الدولي، لكن ماذا بشأن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في صنعاء؟ هل رجحت معلومات من الداخل اليمني عن أسباب مقتله؟ هناك من يقول طبعا أنه خلاف قد أدى لمقتله، وربما على طريقة علي عبد الله صالح مع الحوثيين، ما رأيك؟ حياك أخي مفرح. حقيقة هناك أنباء متضاربة، هناك من ذهب للقول أن حسن إيرلو يعني قتل أو تم تصفيته من قبل يعني الجناح المعارض للجناح الخاص بالحوثيين في صعدة. هناك جناحين، جناح صنعاء وجناح صعدة. جناح يرى أن له الأحقية بالحكم لأنه هو من سهل للحوثيين وهو من أسقط العاصمة صنعاء وتآمر على العاصمة صنعاء وعلى يعني مقدرات الدولة، والحوثيين يروا أنهم هم أو أصحاب صعدة أنهم هم من لهم الأولوية في حكم وفي نهب ثروات اليمن. كان حسن إيرلو داعما لجناح صعدة، ويعني هناك تصفيات في جناح صنعاء منها حسن زيد وكثيرين من القيادات التي تم تصفيتهم. هذا يعني رأي ذهب إلى أنه تم تصفيته من قبل يعني جناح صنعاء. وهناك رأي آخر يقول أن حسن إيرلو كان من ضمن يعني الذين تم استهدافهم داخل يعني دار الرئاسة، وبالتحديد في منطقة النهدين في التي تمرها تحالف دعم الشرعية، أو في أحد المناطق التي تم استهدافها من قبل التحالف. وهناك أيضا رأي يقولون أنه أصيب بكورونا، لكن ما أثبتته يعني وكالة فارس الإيرانية أنه ووصفته بالشهيد، وكان يعني طريقة تشييع جثمانه يعني مخالفة للاحترازات الوقائية ولكورونا. أيضا الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الإيراني وهو يشيع جثمان الهالك يعني حسن إيرلو، وصفه عدة مرات بالشهيد وبالمجاهد وإلى آخره. إذن يعني الرواية تؤكد على أنه يعني كان من ضمن الذين تم استهدافهم. وهناك أيضا يعني بعض الأخبار والتقارير تقول أن هناك قيادات كبيرة سواء من الحرس الثوري أو من الجماعة الحوثية كانوا بجانبه وقد أصيبوا، وسنسمع خلال الأيام القادمة على يعني تصفيتهم. منهم من ذهب على أن صالح الوهبي كان من ضمن من كان بجانبه، وهي قالت بأنه شهيد كورونا. هذه مفارقة لأنه لم تصف أي موتى متأثرين بكورونا في إيران بالشهداء، هذه إيران. طيب، المادة الثانية أو الفقرة الثانية من المادة 52 التي استند إليها تحالف دعم الشرعية، أنا أقتبس من القانون أو من البروتوكول الإضافي الأول للقانون الدولي الإنساني، تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. انتهى الاقتباس. كان بإمكان الحوثيين عقيد يحيى أن يجنبوا مطار صنعاء هذه الضربات النوعية، ولكن ما زالوا واستمروا في استخدامه لأغراض عسكرية برغم تحذيرات الشرعية وقوات تحالفها. لماذا؟ أولا، الجماعة الحوثية هي استخدمت مطار صنعاء لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب وأخطرها هو الحصانة القانونية. هي كانت تعلم أن هذا المطار كمنشأة مدنية يعني ضمن الحصانة
القانونية. أيضا هي تعلم أن التحالف العربي يحجم عن استهداف أي منشأة مدنية سواء مطار صنعاء أو أي منشأة مدنية، يعني حفاظا في الدرجة الأولى على البنية التحتية. ثانيا التحالف العربي كان يحافظ على هذا المطار للاستخدام الإنساني، ويعلم أن الطائرات التي تصل إليه من الأمم المتحدة ستتضرر، لكن الجماعة الحوثية أوغلت في استخدام هذا المطار استخدام عسكري، وحولت منشآته ومرافقه إلى ثكنات لخبراء حزب الله وكذلك للجماعة الحوثية، وأيضا مخازن للأسلحة التي تم تهريبها خلال الأشهر التي سيطرت فيها جماعة الحوثي يعني على مطار صنعاء، واستخدمت من إيران ما يقارب 570 رحلة جوية حملت الكثير من الأسلحة والكثير من الخبراء، وكل ما يطيل أمد الحرب في اليمن. يعني أيضا من ضمن يعني الأسباب الذي استخدمته جماعة الحوثي هو قرب مطار صنعاء من قاعدة الديلمي العسكرية، أيضا مدرج المطار وتجهيزات المطار الخاصة سواء باللادارات وكذلك المراقبة والسيطرة، كل هذه طوعتها جماعة الحوثي للاستخدام العسكري. وكانت أيضا يعني تريد أن حينما تقوم بإطلاق الطائرات والصواريخ البالستية في التوقيتات الخاصة بهبوط الطائرة الأممية أو بإقلاعها، هي تعلم أن هذا الوقت هو وقت مسموح من التحالف لدخول الطائرات إلى هذه إلى مطار صنعاء، وهي كانت تريد أن يكون هناك ردة فعل من قبل الطيران على تلك الاعتداءات، وثم طيب. تولول ويعني وتستغل هذه الحادثة. لكن ما نؤكد عليه أن هي لن تستخدم مطار صنعاء فقط، كل المدارس أغلب المدارس وأغلب الجامعات وأغلب المستشفيات والمنشآت الحكومية استخدمتها، ولا زالت تستخدمها جماعة الحوثي في الاستخدامات العسكرية. ابقى معي رجاء عقيد يحيى. مع تضارب الروايات بشأن أسباب وفاته، نتعرف مشاهدين على حسن إيرلو الشخصية المثيرة للجدل والتساؤلات في ملابسات رحيله. نتابع. طيب عقيد يحيى، هل تمثل ميليشيا الحوثي المظلومية أمام المجتمع الدولي لأنها قالت بأن المطار خرج عن الخدمة بسبب هذه الضربة، مع أن التحالف يؤكد على أنه أغلق منذ 19 من ديسمبر الجاري أمام كل الطائرات الأممية؟ أولا أخي مفرح، التحالف يعني أكد ذلك ونشر هذا الخبر أن الجماعة الحوثية رفضت إعطاء التصاريح لهبوط الطائرة الأممية في يوم 19، وأيضا بعد الاستهداف أكد التحالف أنه حافظ على القدرة التشغيلية لمطار لاستقبال الطائرات، يعني ما زال المبنى الرئيسي وما زال البرج المراقبة وما زال القدرة ومدرج هبوط الطائرات يعني في جاهزية كاملة لاستقبال الطائرات. الجماعة الحوثية أرادت أن تبتز المجتمع الدولي بإيقاف الرحلات وبمعاناة اليمنيين كما تستثمر كل يعني معاناة اليمنيين دوما، لكن التحالف قطع عليها الخط حينما قال أن مطارات اليمن المجهزة وخصوصا في المناطق المحررة وأيضا مطارات المملكة جاهزة لاستقبال الطائرات الأممية وإيصالها إلى مستحقها، وبذلك فالتحالف قطع على الميليشيات الحوثية مسألة ابتزاز المجتمع الدولي والمتاجرة بمعاناة اليمنيين كما تعمل دائما. أنا أشكرك من القاهرة، كنت معنا العقيد يحيى أبو حاتم الباحث العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
إلى ملفنا الثاني، ومع الضربات الأمنية الاستباقية وإحباط تهريب ملايين أقراص الكبتاغون والأمفيتامين إلى المملكة، والتي سجلت ثلاث عمليات كبرى منذ أوائل الشهر الجاري، يظهر مدى الاستهداف للمجتمع السعودي من شبكات تهريب المخدرات. وقد كشف تقرير أعدته مجلة الفورين بوليسي الأمريكية أن المملكة من أكثر الدول استهدافا بمخدرات حزب الله التي يصنعها في لبنان وسوريا. التفاصيل. مع توالي إحباط المملكة للعمليات الإجرامية لتهريب المخدرات إلى أراضيها، ينكشف مدى استهدافها من شبكات المهربين العابرة للحدود وحيلهم لنشر سمومهم في المجتمع، والتي توقع بها يقظة الأجهزة الأمنية مسددة ضربات موجعة لعصاباتها. فمن إخفاء المخدرات في الأغذية والفواكه والبن، حتى وضعها بداخل مواد البناء بعد تجويفها والأجهزة الكهربائية، تعددت المحاولات الفاشلة لاختراق حصون المجتمع السعودي، إلا أن قدرات رجال الأمن والضربات الاستباقية كانت ولا تزال بالمرصاد لأي محاولة لاستهداف أمن المملكة وشبابها. وفي تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، اعتبرت المجلة إن الثلاث عمليات المحبطة لتهريب أقراص الكبتاغون إلى المملكة خلال شهر ديسمبر الجاري تظهر مدى حجم استهداف السعودية من تجار ومهربي المخدرات، مؤكدة أن المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله في لبنان وسوريا أصبحت مراكز رئيسية لإنتاج السموم وتهريبها، حيث تمول عوائدها التنظيم الإرهابي وأتباعه والميليشيات الإيرانية المنتشرة في الشرق الأوسط بملايين الدولارات. بينما أشار تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من نصف الكبتاغون المضبوط في الشرق الأوسط كان بطريقه إلى السعودية، ما يؤكد حجم المؤامرة الإرهابية التي تتعرض لها المملكة. فالمخدرات لا تقل خطورة عن المتفجرات، إلا أن تصدي رجال الأمن لحماية الوطن من الآفة يبقى حسنه المنيع، تعززه الوقاية المجتمعية لدحر كل من تدفعه أحقاده لتعطيل ورشة العمل الكبرى التي تعيشها المملكة من أجل البناء والنماء. للنقاش ينضم لنا هنا في الاستوديو استاذ ماده المخدرات في كليه الملك فهد الامنيه، اللواء الدكتور خالد الدخيل. اهلا بك اللواء. ماذا عن هذا التقرير الذي نشرته الفورين بوليسي؟ المملكه من اكثر دول العالم استهدافا للمخدرات، لماذا المملكه؟ للاسف يعني الحقيقه هذا التقرير واقعي وحقيقي، لان المملكه تعاني من مخدرين، والدرجه الاولى هو الكبتاغون. الكبتاغون موجه للمملكة العربية السعودية، لأنه للأسف لا يصنع إلا في المناطق العربية، ليس له مصانع في أي دول أخرى أو في أماكن مختلفة حول العالم، وسوقه أيضا في الشرق الأوسط، وبالذات حتى التقرير ذكر أن المملكة العربية السعودية يمكن تستوعب نصف الكميات التي يتم تصنيعها، وهذه مشكلة حدث كبير الحقيقة. لأن الكبتاغون أصلا كيف بدأ في السعودية؟ هو بدأ لأنه كمادة علاجية، ثم تطورت، والسعودية هي التي طالبت بمنعه وإدراجه لجدول المخدرات. بعد ما تم منعه أصبحت هذه الدول تتاجر فيه بطرق غير شرعية، وانتشر وأصبح ذو دخل كبير في المجتمع، وللأسف أصبح ينتشر في مجتمعنا ويدب في كثير من بين الشباب، وأصبحوا يجدون سوق. لكن ولله الحمد يعني في برامج توعوية، وإن كان فيها ضعف، إلا أن الناس بدأت إن شاء الله يعني ربما تستوعب الحدث. الفورين بوليسي أشارت إلى أنه غالبية أعمار المتعاطين في المخدرات وربما الكبتاغون الذي ذكرت من 12 إلى 22 عاما، 40% منهم يستخدمون الكبتاغون، هذه الفئة العمرية من 12 إلى 22. هي للأسف أنه هذا العمر الصغير اللي يبدأ من مرحلة الأولى متوسط تقريبا يقعون بسبب وجود مدمن في الأسرة نفسه، وحبوب الكبتاغون تتساقط أحيانا بين الأطفال موجودة يعني، فيبدأ يأخذها وأخوه الأكبر يأخذها وانتشرت، وخصوصا أنها تحدث نشوة وتحدث شيء من النشاط والحيوية، فينتج عنها انتشار فيما بينهم، وأيضا لرخص ثمنها قياسا بالمخدرات الأخرى وسهولة إخفائها في الأسرة، ويمكن جهل كثير من الأباء والأمهات في شكل هذا المخدر وحجمه، فيظنون أنه علاج عادي جدا.
لأن للأسف أنه الكثير من الأباء والأسر لا يطلعون على هذه المشكلة. هذا العمر اللي تورط للأسف أنه يستمر في التعاطي ويأخذ جولة كبيرة فيه، ثم بعد ذلك تحدث المشكلة الكبرى في الانفصام والتأثر العقلي والدماغي اللي يحدث منه الجريمة وغيرها. طيب، هناك أرقام بالنسبة لسوريا تحديدا. العام الماضي تقول الفورين بوليسي الحبوب المضبوطة التي صنعت في سوريا كانت قيمتها حوالي 3 مليار و460 مليون دولار، بينما العام 2019 الصادرات المجمعة لسوريا ولبنان كانت أقل من 5 مليار دولار. هذا رقم كبير، يعني هل معنى هذا أنه ميزانية هذه الدول قائمة على المخدرات؟ لأنه سوريا أعتقد أنها أعلنت ميزانيتها 5 مليار أو في هي تقريبا أكثر. هي المشكلة ماذا؟ لما صار فيها الحصر الاقتصادي على سوريا وتجريم حزب الله في لبنان، أصبحت هذه الدول تبحث عن منافذ أخرى لعمل كسب الأموال، وهم يعملون بشكل كبير في تجارة المخدرات ليس على مستوى الشرق الأوسط، بل حتى تورطوا في إيطاليا، تورطوا في ألمانيا، تورطوا في الحد بين دول أمريكا الجنوبية، ووصلوا إلى ميامي في أمريكا. هم يتاجرون في جميع أنواع المخدرات، يعني ليسوا وقفا فقط على الكبتاغون. الكبتاغون ربما فقط مع معاملتهم في المملكة العربية السعودية. مقارنة في 2022 الميزانية للسورية 5 مليار دولار و300 مليون. شو المقارنة؟ هذا حوالي 5 مليار في عام واحد. يعني في عام واحد، وهذا دليل على أنه للأسف يعملون بجهدهم. الآن حزب الله له مصانع سرية في سوريا. لما صارت الأحداث اللي في سوريا انتشرت وأصبحت مطلب، بل حتى المنظمات الإرهابية كانت تطلب الكبتاغون لأنه يساعد على عملية المواجهة والاقتحام، وتورطت فيها كل التنظيمات الإرهابية في العالم. ماذا عن التمويل المالي لهذه المنظمات الإرهابية التي تحدثت عن طريق طبعا المخدرات؟ هي هذه المنظمات تقوم أصلا على أموال المخدرات، لأن أموال المخدرات المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني رغم كل الجهود التي تبذل إلا أن هؤلاء يقومون بأعمال، يعني أنت لما تسكر المنافذ وتسكر الحدود بينك وبين هذه الدول وتمنع الفاكهة والصادرات إليك، ومع ذلك في نفس الوقت تأتيك يعني حملة فيها 30 مليون حبة كبتاغون مع الهيل اللي جاءت إلى ميناء الرياض الجاف، هذا الشيء لا يصدق. لذلك هم يقومون بعمل دؤوب لنشر هذه الآفة في مجتمعنا لكسب المال، وفي نفس الوقت إحراق عقول الشباب وتدميرها وإفراغها من طاقتها الحيوية. الشاب السعودي النشط البارع المميز أخذت هذه المصانع والدول التي تصدر هذه الحبوب لتخطي المنع في السعودية أو لتضليل السلطات، تأتي من دول من أوروبا. نعم، وتأتي نعم. من الولايات المتحدة كما تقول الفورين بوليسي. صحيح، مجلة الفورن بوليسي لما ذكرت هذا، هو أصلا إحنا الآن المشكلة مسارنا لو عرفنا أن مشكلة المخدرات تأتي بحد معين أو في جانب حدودي معين استطعنا أن نواجه الحدث، لكن هي تأخذ رحلة طويلة جدا بحرية ثم تأتيك برحلة أخرى وتصلك من شرق آسيا، تصلك من أوروبا، من أمريكا حتى، وهذه المشكلة. الهيل هذا من أين جاء؟ فهي كلها مخطط كبير جدا للسيطرة على العالم في تجارة المخدرات. طيب، القنبة أيضا من أفغانستان إلى إيران، ومن نعم. إيران يدخل إلى المنطقة دول الخليج. لبنان تصنع تنتج وتزرع القنبة اللي هو الحشيش في بعلبك في سهل البقاع، ويزرعون حشيش يعتبر جودة لكنهم لا يصدرونه إلى الدول العربية، هذا خصيصا لهم ولأشخاص معينين، لكنهم يتعاملون مع الحشيش الذي في بلاد الهلال الذهبي في إيران وأفغانستان وباكستان، وهم الذين يتعاملون، هم الذين الآن يغرقون الأسواق بهذا المخدر. وتجارة يأتينا عن طريق الحد المنطقة الجنوبية، عن طريق حدود اليمن، يأتينا في أماكن مختلفة، كلها تثبت تورط حزب الله في هذا الموضوع. المجلة الأمريكية قالت أن النظام السوري متورط في تهريب المخدرات أو على الأقل بالتربح منها وغض الطرف عنها، هل هذا معناه أنه حتى قبل 2011 قبل الثورة في سوريا كان هذا كانت سوريا ولبنان مناطق حزب الله هي المسؤولة عن إيصال هذه الحكومة؟
هو حزب الله مسيطر على هذه المنطقة قديم، الآن زادت السيطرة وزادت الكميات، لكن أصلا نحن كنا ندرك حينما تتوتر العلاقات لأي سبب، أي علاقات سياسية مع سوريا في ذلك الوقت يزداد ضخ المخدرات للمملكة العربية السعودية، فهم يعملون أصلا فيها قديما، وتورط فيها شخصيات سياسية عالمية يعني عربية في سوريا متورطين في هذه، حتى ناس أشخاص من كبار مسؤولي الدولة في دعم حزب الله في إيجاد مصانعه السرية في سوريا. طيب، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بين العامين 2015 و2019 أكثر من نصف الكبتاجون المضبوط بالشرق الأوسط كان في المملكة، هذا يستدعي أنه السلطات أو القدرات الأمنية عالية، ولكن ماذا عن البعد الديموغرافي السكان وأعدادهم في، لأنه الشرق الأوسط هناك دول أخرى ربما أعداد سكانها أكثر من السعودية. هو للأسف أنه الكبتاجون يساء استخدامه غالبا في الخليج العربي، الدول العربية الأخرى لديها مخدرات مختلفة، الكبتاجون يعد من الأنفيتامينات لكن عندهم بدائل تصنع، يعني بعض الدول العربية فيها الماكستنفورت وفيها أشياء مختلفة، لكن الكبتاجون يستوعب أو يتم تعاطيه في المجتمع الخليجي بالذات. أنت عارف سكان المملكة العربية السعودية كم مليون، وأيضا اختلاف الجنسيات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء جعل هناك في سوق في المملكة لهذه الآفة الخطرة اللي الحقيقة هي تهدد، هي سبب الجريمة، هي سبب الإرهاب. يعني دراسات أثبتت تورط الكبتاجون بالذات في كثير من الجرائم في مجتمعنا. سواصل معك سعادة اللواء بعد قليل، لكن مشاهدينا، مع الشحنات المتوالية التي يحبطها الأمن السعودي ومنع وصول المهربين إلى إغراق المجتمع بالمخدرات، نتابع الأثار المدمرة لهذه السموم ثم نعود. سعادة اللواء، المسؤولين عن هذه العمليات أو من يتلقونها، هناك مواطنون وهناك أيضا أجانب عرب. نعم عرب. صحيح. هو الحقيقة كل قضايا المخدرات التي تهرب إلى السعودية بالذات درجة أولى الكبتاجون، نجد المتورطين سعوديين وعرب بالذات من سوريا، يعني أكثر الضبطيات يوجد فيها عنصر من الجنسية السورية. للمعلومية، اللي يعملون من السعوديين في تجارتها ليسوا من أصحاب الأموال ولا تجار، هو مجرد مسوق يدخل معهم من أجل تسيير عملية التوزيع بالتجزئة للكميات، يعرف مثلا مروجين كبار أو كذا، لكن هو لا يشتري، لأن الآن الكمية اللي دخلت مؤخرا وتم ضبطها ولله الحمد 30 مليون، هذه 30 مليون حبة يمكن قيمتها السوقية نصف مليار، هالنصف مليار لا يستطيع أن يملكها هذا الشاب أصلا، وليس لديهم هذه المبالغ ولا جزء منها، لكن هي تدخل دعما ثم بعد ذلك توزع من أجل نشرها في المجتمع. هل هم متعاطين مدمنين على هذه الحبوب؟
السعوديين الذين يعملون معهم؟ لا ابدا. هو طبعا المتعاطين متعاطي الكبتاجون انفعالي لا هم لا يتعاطونها ابدا اطلاقا. المروجين الكبار والمهربين لا يتعاطون هذه المادة، اللي يتعاطاها ربما شخص بسيط يوزع بكميات بسيطة من أجل أن يجد ما يعني يعالج نفسه فيه أو يجد فيه راحته. طيب الجهد على أو العبء على الجهات الأمنية إذا كانت شحنة من 500 كيلو جرام كانت مخبأة في شحنة معكرونة، وقيل بأن النظام السوري تعاون وأنه صادر هذا ذكاء، هذا أنا أقبض على واحدة وأسرب عشر. يعني هي الدعوة أنني معكم في الحدث وأنني أنا أتابع المشكلة، فأنا أمسك لي أشخاص معينين ويتم التعامل معهم بطريقته، لكن اللي يفلت كثير. وهذا حتى حادث في لبنان يعني، لكن لا أحد بيعرف أو تأكد أن هذه الضبطية جراء إتلافها على سبيل المثال. ربما ربما نعم خرجت في مسار آخر، وهذا حاصل أصلا، لأن الكميات اللي تقبض لا يمكن بهالكميات وهالإنتاج. أنت تتكلم عن كميات يعني إنتاج السنة يمكن يصل إلى مليار حبة. مليار حبة هذا لا يمكن توجد في مصانع لا تعلم عنها الدولة. هذا الكلام غير صحيح، بل الدول هذه تدرك تماما وتعلم أن هذه عملية تجارية. أصلا التجارة في العالم معروف أنها تقف على السلاح وعلى النفط وعلى المخدرات لهذه العينات الفاسدة والمجتمعات. لذلك يعني لابد من وقفة عالمية، ليست وقفة فقط سعودية أو خليجية، وقفة عالمية تجاه هذا الحدث. المخدرات هذه الآن تفتك بالشباب، تدمر الأمم. يعني الآن لا سمح الله شظية من صاروخ تحدث بلبلة في العالم، وكيف حدث الآن لما هذه الشحنة 30 مليون لو دخلت إلى البلد، ما الذي سيحدث؟ طيب عندما تأتي في الحبوب في شحنة معكرونة على سبيل المثال، نعم، أو رمان أو أيا كان، هذه تضع عبء إضافي على رجال الأمن، التحقق من كل شحنة تصل إلى السعودية، وبالتالي لا يمكن ذلك. هو من نعم الله سبحانه وتعالى أنه في ناس مخلصين أيضا يقفون مع السعودية ويتعاونون الحقيقة ويساعدون الجهات الأمنية. دول الخليج تكاتفت الآن ولله الحمد، لما أصبح الخليج كما كان وأقوى وفي وحدته، وخصوصا في الاجتماع الأخير أصبحت لها شيء. الآن هم يحاولون بقدر استطاعتهم أن يشتتوا هذا الجمع بأي طريقة بهذه المخدرات، ويفتكوا بالمجتمع بمخدراتهم التي تدخل إلى البلد. أنا أشكرك أستاذ مادة المخدرات في كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور خالد الدخيل، شكرا لحضورك ولكل هذه المعلومات. العفو، شكرا. إلى ليبيا مشاهدينا، حيث قرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح حل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها والرجوع إلى وضع ما قبل الاستعداد للانتخابات. هذا وطلب السايح في خطاب وجهه إلى مدير عام المفوضية، طلب بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 من ديسمبر الجاري. أشار 17 مرشحا لانتخابات ليبيا الرئاسية ضمنيا إلى أن الاقتراع المقرر في 24 من ديسمبر لن يجري في موعده بسبب عدم نشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، ووسط خلافات بين الأطراف السياسية حول القاعدة القانونية للاقتراع، داعين الهيئة إلى تقديم تفسير حول أسباب عدم قيامها بذلك. وبعد شد وجذب ومحاولات إنقاذ حثيثة للاستحقاق الرئاسي في ليبيا، أصبح عدم إجراء الانتخابات أمرا مؤكدا مع حل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها قبيل الموعد المقرر للاقتراع في 24 من ديسمبر. ولكن هل يمكن القول رب ضارة نافعة؟ فمع التأجيل اجتمع الفرقاء أخيرا ولأول مرة منذ 2014 في بنغازي لبحث مصير البلاد وأيضا لسد الفراغ السياسي. نتابع. ما كان يخشاه الليبيون بالأمس أصبح واقعاً اليوم. هذه المرة لا مجال للتشكيك من استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقرراً يوم 24 من ديسمبر، وذلك بحل المفوضية العليا للجان الانتخابية وإنهاء أعمالها.
بعدما عجزت المفوضية عن نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة جراء عاصفة قانونية وخلافات سياسية حول أهلية المترشحين، مع تصعيد الميليشيات المسلحة وتهديدها بمنع الانتخابات وإغلاق مؤسسات الدولة. تطورات أمنية وتهديدات أخذت مكانها في شوارع طرابلس، فقد زادت التوترات من إمكانية اندلاع مواجهات في أي لحظة، ما دعا البعثة الأممية إلى الدعوة لضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة، يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي حسب ما ذكره بيان البعثة الأممية. وبالتزامن مع التأجيل المتوقع للانتخابات، يتأهب المجلس الرئاسي للإعلان عن مبادرة من المتوقع أن تتضمن تأخير الانتخابات لعدة أشهر، وفي الأثناء يجتمع عدد من أبرز مرشحي الرئاسة في مدينة بنغازي، وذلك لبحث خطة ما بعد التأجيل وآليات سد الفراغ السياسي. لقاء جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق فتح باشاغة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتي. ولا يبدو المصير الذي ستتجه إليه ليبيا واضحا مع قرار المفوضية بإيقاف العملية الانتخابية في ظل هذا الانقسام الكبير. ينضم إلينا من القاهرة مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأسمر. دكتور الأسمر، إلى التأجيل أم في موعدها هذه الانتخابات حتى الآن؟ إلى التأجيل مما لا شك فيه بالأمر الواقع، نحن على اعتاب 24 ديسمبر، ولكن الآن الإشكال ليس هذا فقط بل إشكال مركب ومتراكم ومتفاقم، التأجيل إلى متى وبأي آليات. الآن المعلق في الموضوع هو عدم توجه المفوضية لجماهير الشعب الليبي التي علقت آمال كبيرة على الذهاب لصندوق الاقتراع للأدلاء بأصوات مخترع واختيار من يختارونه بدون تبريرات ولا حتى بدون تقديم اعتذار أو أسباب موضوعية. وبالتالي لا انتخابات إلى حد الآن في المدى المنظور، ليس فقط 24 ديسمبر ولا حتى ما بعده معروف إلى متى. نعم، طيب هل يحتمل أنه عماد السائح تحدث إلى المرشحين في هذه الانتخابات وأخبرهم عن التفاصيل دون الظهور أمام الشعب؟ لا أبدا على الإطلاق، اللهم إذا كان ذلك مخفيا بين عدد قليل. على الإطلاق تماما العديد من المرشحين وأيضا الشماعة 17 مرشحا أبدو فيما أبدوه من احتجاج أنه لم يتم اختارهم. ثم المناط هنا ليس المترشحين، هذه القضية تخص جماهير الشعب الليبي. لنركز جيدا أن القانون رقم 8 لسنة 2013 بخصوص المفوضية في مدته الثالثة قد أوضح اهتمام واختصاصات المفوضية أمام الشعب الليبي منحصرة في 5 نقاط: أولا الإعداد، ثم التنفيذ، ثم الإشراف، ثم المتابعة، ثم الإعلان، إعلان التأخير، التقديم، الإزاحة، النتائج، المستجدات. وبالتالي هذه تتوجه بها المفوضية إلى عموم الشعب الليبي، المعني الأول بعملية الانتخابات. نعم، طيب فراغ دستوري أم أن الحكومة هذه ستبقى إلى حين إجراء الانتخابات في أي وقت؟ وفقا لخارطة الطريق هناك مسارين يمكن الذهاب إليهما. أولا أن الاجتماع الاستحقاقي لمجلس النواب يوم الاثنين القادم في تاريخ 27 ديسمبر يجوز له إذا ما اجتمع بنصاب متكامل وفق النصاب الموصوف لتكوين حكومة، إذا ما كلف حكومة وتم التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة فإنها ستنال الدعم الدولي وفقا لخارطة الطريق ولما صرحت به ستيفاني مستشارة الأمين العام للمتحدة للملف الليبي في تصريحها في بنغازي الأيام الماضية. أو يتم التمديد إلى هذه الحكومة كحكومة تصريف أعمال، وذلك في موعد أقصاه يونيو القادم 22 منه، لأن مدتها 18 شهرا من إعلان خارطة الطريق في نوفمبر من العام الماضي. وإذا أمكن التفصيل الجديد نتناول ما حدث في اجتماع اليوم لأنه يختص أيضا بتشكيل حكومة قادمة. أي اجتماع؟ خليفة حفتر، فتحي باشاغة، وأحمد معيتيق وغيرهم من المرشحين التقوا في بنغازي، ماذا يراد من خلف هذا الاجتماع برأيك؟ أولا هذا الاجتماع الذي كان الإعداد له من قبل 22 من المرشحين الرئيسيين أصبحت الآن الحالة بتقسيماتها العامة تضم جسم المترشحين الذين حصلوا على 5000 تزكية وكانوا يفترض إعلانهم ضمن القائمة النهائية، منهم الشخصيات الجدلية والأكثر شعبية
قد اجتمعوا ورتبوا الأمور والتواصلات، وأنا شخصيا التقيت بالسيد أحمد معتيق النائب الأول لحكومة الوفاق هنا في القاهرة منذ يومين، وكانت الأجواء تتحدث عن ما هي البدائل في ذلك. إذا ما ذهبنا لاجتماع البرلمان القادم لتقديم حكومة وهي أحد الخيارات التي شرعتها الأمم المتحدة، فيجب على هذه المجموعة توحيد الرؤية. هنا تم الحديث عن تشكيل حكومة ظل، وحكومة ظل أي أنها تكون حكومة غير موجودة في الخارطة التنفيذية ولكنها تمارس النقد للحكومة القائمة، وفور سقوطها تصبح جاهزة من قبل البرلمان. مقترح عام الآن تم تسريبه بأن يكون أحمد معتيق رئيسا للحكومة، نائبه الأول الشريف الوافي عن الشرق، ونائبه الثاني على الجنوب عبد الجليل صف النصر، فتحي بشاغة وزير الدفاع، خليفة حفتر يكون قائد عام للجيش، على أن يتم تقديم تعهدات فيما يتعلق بالأخ سيف سلام عمر القدافي بأن يتم ضمان حقوقه كمواطن ليبي يتقدم للانتخابات كباقي الليبيين طالما تنطبق عليه الشروط وتم اجتيازه بحكم القضاء الليبي، مع التوافق مع البرلمان بتحديد صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالوزارات، ويبقى هذا للنظر به في جلسة 27 ديسمبر. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور الأسمر. تتوالى مشاهدين ردود الفعل مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية دون فرصة لانعقادها رغم أمال الشعب الكبير المعلقة عليها، حيث ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر التطورات على الساحة الليبية خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فيما أطلقت كل من واشنطن وإيطاليا تحذيرا صريحا بشأن الوضع الحالي في البلاد، وعقدت فرنسا وروسيا لقاء مشتركا حول تلك الأزمة. من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن التحركات العسكرية للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر. تابع. طيب أعود إليك دكتور الأسمر، هناك رأي بأنه كان على الساحة خلال الأيام الماضية أنه لن يحصل استقرار في ليبيا إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع أطراف النزاع، بالتالي الاجتماع الذي حصل مع حفتر وباقي المرشحين، هل تعتقد بأنه ممهد لهذا الاستقرار؟ نعم يمهد، وهو جزء مهم منه، وليس كل الاتفاق في الاستقرار، هناك مجموعات مسلحة لا تزال موجودة في غرب البلاد، واليوم تحركات كبرى في مواجهات ما بين تحالفات جهاز دعم الاستقرار والتحالفات التي أنشت مع كتيبة 444، ومنها تحالف كبير من قوات مصراتة ممكن أن تدعمها الميليشيا لواء الصمود. ما يؤجج هذا الوضع ويجعله غير مستقر هو ما شاهدناه من تصريح البعثة منسق البعثة في ليبيا، هو مساعد الأمين العام على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان لا يجب أن يعبر بالقلق بل بالتنفيذ، لديه من القرارات وأخرى القرارين 2570 2571 الصادرين في 16 من أبريل الماضي بمعاقبة المعرقلين بوجوب تنفيذ اتفاقية جنيف الموقع في أكتوبر من العام الماضي بخروج المرتزقة والقوى الأجنبية المسلحة وتفكيك الميليشيات وإعادة دمجها، كل ذلك عندما تأخر فاقم وجود هذه القوى، وأصبحت الأمم المتحدة ببعثتها فقط تعبر على القلق على مستوى منسق البعثة، إذ أن المبعوث الخاص قدم استقالته ولا يوجد الآن مبعوث خاص ينفذ مهام البعثة بالقرار رقم 2542. لدينا ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، هو الآن في طرابلس، وصل لعقد اجتماعات يقول لتقديم الدعم للعملية الانتخابية، أي دعم هنا؟ للحقيقة هذه محض تصريحات سياسية، إذ أن الدعم بأكمله تم التوافق عليه بإنتاج خارطة الطريق في نوفمبر من العام الماضي بالوصول للانتخابات في حق أقصى في 24 ديسمبر، وأن الدول في مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية شددت اللا فرارة من هذا الموعد، وفي مخرجات باريس في 12 نوفمبر الماضي الولايات المتحدة شاركت على مستوى الرئاسة نائب الرئيس هي التي شاركت في هذا الملتقى، وتم التشديد على تقديم الدعم للرابع والعشرين من ديسمبر، وبالتالي الآن هذا هو كله محض كلام سياسي، إذ أن هناك مصالح يتم تداولها بوجود القوات العسكرية الموالية
لأمريكا تركيا كعضو في حلف الناتو عفوا، وكذلك مصالح مشتتة لم يتم ضبطها إلى حد الآن. ماذا يحصل بالتفصيل في طرابلس؟ هناك عم بعد انتشار أمني كبير. صحة أسف. الانتشار الأمني جاء نتيجة لتفرق المصالح بعد إقالة عدباس مروان أمر المنطقة العسكرية الغربية بطرابلس والقوة المساندة له من ما يعرف بالكتيبة 444 الموالية لمصراتة وموالية له باختصاصه. الشبكات كانت في الثالث من شهر سبتمبر من العام الماضي ما بينها وبين الاستقرار، الآن يتم تصفية حساباته بشأنها مع اقتراب انتهاء صلاحية الحكومة الجديدة، متوقعين قدوم قوى أخرى يريدون أن يتصدروا لها المشهد بهذا التحشيد العسكري العام. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا نتابع أبرز مجريات ونتائج اللقاء الذي جمع الفرقاء وبعض مرشحي الرئاسة في الشرق والغرب الليبي. ننهي ساعتنا مشاهدين الأولى بهذا الخبر، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وإنشاء كيان مستقل تماما ومستدام ماليا. أترككم مع التفاصيل والتقيكم على رأس الساعة لنواصل في هنا الرياض، لا تذهبوا بعيدا. أمر ملكي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح تسمى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وستنتقل ملكية جميع الأصول للمؤسسة إلى المستشفى وفقا لتشكيله التنظيمي الجديد، وستستمر عقود العاملين في المؤسسة بنفس وضعها الحالي مع المستشفى بتنظيمه الجديد. وتهدف هذه المبادرة إلى خصخصة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر تحويله إلى منظمة غير هادفة للربح وإنشاء كيان مستقل تماما أو مستدام ماليا ويخضع لهيمنة مهنية وفقا لأهداف رؤية 2030، وبذلك سيكون المستشفى قادرا على تعزيز قدراته التي يمكن أن تنفذ بها العمليات بأكثر الطرق فاعلية. ويهدف التخصصي إلى أن يكون رائدا إقليميا وعالميا في مجالات الرعاية الصحية والطبية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ويدفع عملية النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في المجالات الطبية والصحية. ويعد الاستثمار في الرعاية الصحية عنصرا رئيسيا سيساعد في تحسين إمكانية الوصول وجودة الخدمات من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في أنشطة معنية، وسيدعم ذلك تحول مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكشاف فرص الاستثمار والحفاظ على تحقيق الإيرادات على المدى الطويل وخفض التكلفة التي قد تؤثر على مستقبل مستشفى الملك فيصل التخصصي، لتمكنه من استهداف الفرص المتاحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، مما سيكون له بالغ الأثر وعظيم النتائج في مستقبل هذا الصرح الطبي المتخصص.
ساعتنا الثانية من هنا الرياض، مشاهدينا البداية بموجز لأهم الأنباء. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الدكتور فالح بن عبد الله الصالح سليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب قرارا بإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، يأتي ذلك أو هذا الغرض حرصا من النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانا منها بخطرها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة من خلال تخصيص وحدة مستقلة تقوم على معالجة كافة قضايا الاحتيال المالي خصوصا المنظم منها والمدار عبر شبكات عابرة للحدود. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 222 إصابة جديدة وشفاء 106 حالات وحالة وفاة واحدة، في حين سجلت الحالات الحرجة في العناية المركزة تراجعاً، بلغ عدد الحالات المنومة اليوم 28 حالة. وسجلت مدينة الرياض أعلى الإصابات ب 77 إصابة، تلتها جدة ب 38 إصابة، ثم مكة المكرمة ب 26 إصابة. ناقش سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر مع السفير السويدي لدى المملكة والمبعوث السويدي إلى اليمن، ناقش الجهود والخطوات المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن في ظل الرفض الحوثي المستمر لمبادرة المملكة والجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. هذا وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطار صنعاء الدولي أمام الطائرات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر الجاري، وأكد التحالف أن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثي لمطار صنعاء، مشيرا إلى أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة بتنسيق مع الحكومة اليمنية. كما أكد التحالف استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف أممي. وكان التحالف قد أعلن تنفيذ 40 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تدمير 29 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 250 عنصرا إرهابيا. أحييكم مجددا مشاهدينا في ساعتنا الأولى. كان الملف الأول فيه التحالف ورفع الحماية عن أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء وتنفيذ ضربات محدودة والعمل أيضا مع الحكومة الشرعية من أجل إيصال المساعدات مع عرقلة ميليشيا الحوثي لها وإغلاقهم لمطار صنعاء باعتبار أنه حسب قولهم خرج عن الخدمة بسبب القصف. خلال ديسمبر الجاري الضربات الاستباقية للأمن تحبط 3 عمليات لتهريب ملايين أقراص الكبتاغون إلى المملكة، والفورين بوليسي مصانع مخدرات حزب الله تستهدف السعودية أولا. ليبيا انعدام فرص تنظيم الانتخابات الرئاسية يفتح الأبواب مجددا للصراعات العسكرية، خصوم الغرب والشرق يحاولون احتواء الموقف ولم الشمل. هذا كان الملف الثالث في ساعتنا الأولى. نواصل مشاهدينا ملفاتنا ونتابع في قضيتنا لهذا الأسبوع بشأن محاولات الترويج لمصطلحات الهوية الجنسية المخالفة للقيم والأديان وتأثير السلوكيات المنحرفة على المجتمعات. في ملفنا الطبي، منحنى إصابات كورونا في تصاعد، تخطي الحالات المسجلة في المملكة 200 للمرة الأولى منذ أشهر، والجرعة التنشيطية هي الحصن الذي يلتف حوله العالم أو الذي يلف العالم. روسيا والولايات المتحدة، روسيا والغرب تحديدا، مفاوضات على وقع التهديدات. الرئيس الروسي يحذر سنواجه أي تحرك للناتو في أوكرانيا عسكريا وتقنيا، والبنتاغون يجدد دعمه لأوكرانيا.
أحييكم مجددا. أمام جائحة انتكاس الفطرة والقيم وموجة التسليم للمثلية الجنسية التي تجتاح الغرب، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على التمسك بالفطرة والقيم الحقة التي لا يمكن خلط الأوراق بشأنها والدعاء أنها ديمقراطية يجب التسليم بها وبأثرها المدمرة على المجتمعات. نفتح الليلة النقاش بشأن آثارها الاجتماعية ولكن بعد قليل. قد يخيل لك وأنت ترى ذاك الطيف الذي يرمز للشذوذ حين تدلف صالات السينما أو في استاد كرة قدم لتشجع فريقك المفضل أنك تقف وحيدا متمسكا بفطرتك أمام جائحة انتكاس الفطرة والقيم. هذا ما يراد لنا الوقوع في شركه، تلك الصورة النمطية التي تطبع المفاهيم المغلوطة ويسلم بها العالم عبر الحشو الفكري من خلال المسلسلات والأفلام وكل ما تقع عليه العين. تلك الأوهام يندفع باحثون إلى نفيها بالتأكيد على أن الموجة المثلية عجزت عن ثقب جدار معظم دول العالم باختلاف دياناتها وشرائعها، والتي اتفقت جميعها على رفض المثلية بوصفها نكوصا عن الإنسانية وولوجا نحو عالم الحيوان، وتضاد مع الحقيقة الأولى بكون التزاوج بين الكائنات الحية ومن بينها الإنسان لا يتم إلا بذكر وأنثى، ومن ذلك التزاوج بدأت الحضارة والأديان، والانقلاب عليه يؤرخ لبدايات إرهاصات نهاية الحضارة. حتى من انحنوا لعاصفة الشذوذ لم يقروا بها، فهو بالفعل شذوذ في المنظومات القيمية حول العالم، فالسواد الأعظم من الأنفس ترفض القبول بالمثلية لا بالاستناد على أسس دينية صرفة، بل تتجاوز ذلك لتستند على مفاهيم علمية وعلمانية تستشرف مستقبل الشذوذ وما سيجره على العالم من آفات ظهر بعضها بتنامي الأمراض المنقولة جنسيا، ارتفاع تعاطي الممنوعات، وزيادة نسب الانتحار بين المثليين وفق أبحاث علمية محكمة. أما المستقبل فقد يشهد حال انتصار الإمبريالية المثلية، أي يتحول العالم إلى ما يشبه غابة الفوضى لا ناظم إنساني له، عالم ينتهي دور الأسرة في صياغة وتكوين المجتمعات، مرحلة ينقطع فيها النسل والتكاثر ويدخل فيها البشر، دوامة يفقد معها البشر المعيارية بعالم موحش تسقط فيه قيمة العقل في ميزان الشهوات. ينضم إلينا للنقاش عبر الهاتف الأكاديمي والمستشار التربوي والاجتماعي دكتور أحمد المسند. أهلا بك دكتور. محاولات الحركة أو العالم النشر أو تطبيع الشذوذ ذهنيا سبق ذلك إعلان الحرب على الأسرة وبالتالي تمييع مفهوم هذه الأسرة في العالم أجمع، ما هو التأثير على المجتمع من خلال ذلك؟ خليني في البداية أمسي عليك ومسي على فريق العمل وعلى كل من يسمعنا على هذه الشاشة المباركة. في البداية وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع أنا أحب أقول لكم أن العالم كله الآن إحنا تقريبا 6 مليار، لكن ترى فقط 400,000 تقريبا من كل البشر الموجودين 6 مليار هم المؤيدين لهذه الفكرة، لكن سبحان الله كيف يعني هم مع العدد القليل هم اللي قاعدين يظهرون بشكل جدا كبير. الديانات كلها وحنا في بداية الحلقة نقول كل الديانات، عندنا 3,000 دين على وجه الأرض اليوم، كل الديانات تحرم هذا الموضوع، موضوع المثلية تحرمه تماما، كل الديانات، ما أقول الإسلام ولا أقول الكاثوليك ولا أقول النصارى بشكل عام أو حتى اليهود أو المجوس، كل الديانات تحرم المثلية، لكن طلعت من بعض الديانات جماعة صارت سن بعض الأشياء. إذا أنا قلت 6 مليار 400,000 فقط هم اللي قاعدين يتكلمون ويعيدون هذا الفكر. أيضا من ناحية أخرى لو حنا شفنا مثلا لا 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 هل الفئة دي اللي كانت تنادي اليوم أو تدعي في أنه بعض الناس أو معظم الناس أو جزء كبير من البشر قاعدين ينودون وهم يضللون في العقول، محرك البحث لو شفتوا الأبحاث اللي والدراسات اللي كانت هي 50,000 بحث فقط تحدثت عن هذا الموضوع، فقط 50,000 بحث. من الناحية المعرفية هم يتكلمون عن نظرية داروين
اللي يتكلم عنها وأنه وضعوا عليها مصطلحات. داروين صحيح قدم أشياء جميلة للبشرية، لكن في هذا الموضوع تحديدا يوم تكلم عن العقد النفسية وأنه الواحد بس تجي أي فكرة ممكن يفرغ فيها أيا كانت الفكرة اللي هم فيه، وراحوا يتكلمون عن هذه المصطلح ويفشون مثل هذه المصطلحات وينادون فيها اليوم. هذا كله غير صحيح تماما، وأنه ليست يعني مجموعة تشكل ذاك المجموعة الكبيرة اللي تنادي فيها. ولكن برغم ذلك دكتور أحمد، هناك دعم لهم عندما يصل الأمر إلى الأمم المتحدة وإشاعة الديمقراطية والحديث عنها، هنا دعم كبير، ما الذي يجعل هذه المنظمات الدولية تهتم بنشر المثلية عالميا؟ هو بلا شك أنه إذا صار في اختلال عند الناس في الفطرة عند البعض اللي منهم راح ينشرون مثل هذه الأشياء، لا سيما إذا راح نتكلم عن الأشياء اللي عند المثليين. إذا جينا نتكلم عليهم نتكلم على شيء خلقي ونتكلم على شيء نفسي. الأول نسميه في الدين نقول عليه المشكل، يعني وهو أنه إنسان ممكن يولد وهو نادر جدا جدا، يعني نقول ما أدري النسبة كم طلعت، لكن يكون عنده جهازين في نفس الوقت لما يولد، عنده أجهزة ذكورية وعنده أجهزة أنثوية. هذا الشخص اللي يسمونه في الشرع بعد يقولون عليه المشكل، أو حين يطلق عليه الخنثى، يوم قالوا عليه مشكل إنه ما ندري إيش نكتبه، هل يكتب ذكر أو يكتب أنثى، فهم ينتظرون حتى يكبر، وهؤلاء قلة جدا قليلة من البشر. وإذا بلغ هذا الشخص يشوفون يعني إذا صارت الدورة عنده مخاض إذا صار أنثى، وإذا لا صار عنده ما يحتلم عند الرجل فوصف يعني صار في وصفه للرجال، أيضا لما يكون عنده رحم وغيرها من الأشياء. عموما احنا نقول النوعية القليلة جدا اللي ممكنها تكون الأطباء يعملون خارطة حسب الهرمونات والطب يتدخل إلى هذه النوعية فقط. أما ما يتكلمون عنه في الناحية النفسية، وهم يتكلمون ساعات إن النفسية واحتياج الإنسان وغيره ما قالوا، أبدا هذا غير صحيح. أنا اللي أنا أشوف والمتتبعين في هذا الموضوع في ثلاثة أسباب. احنا قلنا السبب الأول اللي قلناه موضوع الخلقة ونطلعه من الموضوع، لأنه بس يكبر ويصل سن معين الطب يتدخل. عندنا التربية لها دور كبير تلعب في هذا الشأن بشكل كبير. عندنا سوء الأخلاق، سوء أخلاق الإنسان لما يكبر. التربية فعلا ممكن أن أقول أنه يعني الشخص مو بإرادته، وإنما إهمال من قبل الأب والأم، أو مثلا يكون في الأب غائب طول الوقت، أو تكون الأم مسيطرة بشكل خاطئ، أو يكون الابن الأكبر عنده انحرافات معينة، فبالتالي ممكن يسيء إلى بعض إخوته الموجودين أو بعض المجتمع. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور لنواصل بعد قليل، لكن مشاهدين الترويج للشذوذ بعد أن كان جريمة وفعلا غير مقبول اجتماعيا وفقا للقوانين، يحاول مناصره الاعتماد على الضخ الإعلامي الآن لإبرازه والدعوة من أجل القبول به في المجتمعات. We'll be right back.
ولا يبدو الأمر مشاهدين مرتبطا بدولة بعينها، حيث ضبطت السلطات القطرية ألعاب أطفال تحمل شعارات مخلة بالقيم الإسلامية. وفقا لوزارة التجارة والصناعة القطرية، فإنها نفذت حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة. أسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تمثلت في لعب أطفال تحمل شعارات مخلة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد وتروج للمثلية. دكتور، موضوع التسامح والحرية هذا يتصدر وسائل الإعلام في الدعوة لنشر المثلية أو الشذوذ الجنسي. منذ التسعينيات كان هناك حديث كثير حول هذا الأمر. على سبيل المثال، المفكر العربي عبد الوهاب المسيري يقول: لا يمكن الدفاع الشرس عن المثلية الجنسية والدعوة إلى تطبيعها لا يمثل دعوة إلى التسامح أو تفهم وضع المثليين، بل هو في أصله هجوم على المعيارية البشرية وعلى الطبيعة البشرية كمرجعية نهائية ومعيارا ثابتا يمكن الوقوف على أرضه لإصدار أحكام وتحديد ما هو إنساني. ما رأيك؟ طبعا أنا ذكرت قبل قليل الموضوع اللي هو المصطلحات الفضفاضة اللي ممكن يتكلم فيها البعض ويحاولون يدخلون فيها من باب التسامح من باب الرحمة. بالعكس، إحنا قاعدين نتكلم من باب الرحمة لأولئك البشر. لما نتكلم ونقول أنهم استدلوا في النظرية المعرفية وتكلموا عنها، إذن إحنا تكلمنا في البداية عن الناحية الدينية وقلنا كل الأديان اللي 3000 دين موجود حاليا على وجه على سطح الأرض كلهم ما في دين يسمح بالمثلية، ما في ولا دين يسمح، هذا مسلم فيه. لكن إيش اللي قاعد يحصل اليوم؟ إنه تطلع فئات من هذه الأديان وصايرة تتصدر وتتكلم وتقول ما في شيء يدل، ما في حديث، ما في. حتى لما نسمع مع الأسف إنه أحد ممكن سمى نفسه بالإسلام وقاعد يتكلم عن هذا الموضوع. الله عز وجل عندما قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا الموضوع الحول بين المرء وقلبه، أنه ما يستطيع الإنسان حتى قلبه داخله ما يستطيع إذا استحل المعصية، يقولون أهل العلم، يعني أن الله يحول بين الإنسان وبين قلبه في استحلال المعصية. ففي فرق أنه الأديان كلها الآن مجمعة لأنها معصية وأنه إثم عملية المثلية، ما في دين يقول أنه هذا جائز ولا حلال. كل الأديان لما نبحث فيها سلمنا ذلك، جينا للنظرية المعرفية اللي قاعدين الناحية المعرفية اللي يتكلمون فيها البعض الآن من الأشخاص اللي احنا قلنا ما يمثلون شيء، وعددهم 400,000 تقريبا هم على وجه الأرض من 6 مليار، يعني ولا حاجة، لكن يحاولون أنهم يطلعون يعني طيب سم ويطلعون صيت. لما نتكلم عن الإيدز الآن على سبيل المثال، أول ما جاء الإيدز كان في محاربة بشكل كبير للأشخاص، وإحنا ما ندري مصدر ذلك الشخص من وين، يعني بمعنى ممكن يكون طبيب الأسنان راح لمه واستخدم الأدوات، ممكن يكون عن طريق الدم، ممكن موضوع المثلية اليوم حتى العدد اللي احنا نقول عليه القليل، هؤلاء الأشخاص ممكن يكون سوء في التربية، ممكن يكون شخص سيء على أطفال معينين مارس عليهم. احنا اليوم النادي في قضية هالعدد القليل اللي موجود في العالم كله، نقول له احنا نبي نرحمك، احنا ما عندنا مشكلة، هذا مدخل رحمة البشر اننا نرحمكم، لكن في طريقة للعلاج وفي طريقة لل... طيب دكتور، قبل ان نصل لموضوع طريقة العلاج، هذا العدد القليل الذي تتحدث عنه مع الضخ الإعلامي، مع تبني منابر تدعي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتروج لهذا العدد القليل، على الأقل الديمقراطية أليست حكم الأغلبية او الشعب للشعب؟ يعني لماذا تفرض هذه الأقليات على الأديان التي ترفضها كما قلت؟ وتأثير ذلك، هذا الضخ المستمر كيف يمكن أن يواجه، ليس فقط في وسائل الإعلام ولكن حتى في المنابر الرسمية السياسية؟ هذه المشكلة فعلا، هو هذه المشكلة اللي احنا الآن قاعدين يعني نعاصرها في هذا الزمن، انه ممكن الفئة قليلة جدا ومع ذلك يتبنى ضغط ويتبنى كلام ويتبنى لا هذه حرية شخصية، واتخذت الألفاظ الفضفاضة والكلمات الكبيرة وصارت تنادى، وأنه لا لازم يكون هذا الشيء موجود ولازم يباح مثل هذه الأمور وهذه حرية للأفراد وغيرها من الأمور اللي هم ما يعرفون وين رايح يصل المجتمع من تدمير في أخلاقه في فطرته إذا مشينا في هذه الزاوية، وما تورثه من أمراض مثل هذه الأمور اللي ممكن ينادي بها البعض اليوم، وإحنا قلنا أنهم قلة، لكن لما تكون صوت
دولي من دولة ولا صوت قوي من دولة تتكلم في مثل هذا الشأن تكون هنا المشكلة الحقيقة والكارثة. لكن تبقى عملية يعني أنه الواحد بقدر المستطاع الوعي المجتمعي مثل هذه الحلقات وغيرها اللي قاعدين نتكلم فيها ونبين للناس، لأنه فعلا المسألة خطيرة جدا، المسألة ما هي بسيطة ولا نبسطها ولا نقزمها، لا بما أنه طلع الصوت بالشكل يعني مثل ما نقول يعني فرض على بعض الدول أو بشكل واسع جدا صاروا يتكلمون فيه، وأنه لا بد القبول بمثل هذه الأشياء، وأنه حرية حتى موضوع الدين ما يستمع فيه. وإحنا قلنا الآن وأنا تأكدت وبحثت في موضوع الأديان اللي المعلومة اللي نشرتها وقلتها قبل قليل. أشكرك دكتور أحمد المسند الأكاديمي والمستشار التربوي والاجتماعي، شكرا جزيلا لك. ملفنا الثاني، حثت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية على الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات مهيمنا في العديد من الدول. وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن أوميكرون سيتفشى في المزيد من بلدان المنطقة، محذرا الأنظمة الصحية من الضغوط التي قد توصلها إلى حافة الهاوية. وأصبح هذا المتحور هو السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة بعد أن تسبب بإصابة 73% من الحالات الجديدة، فيما سجل متحور دلتا الحالات المتبقية بحسب إحصاءات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ما دفع واشنطن ونيويورك إلى مراجعة القيود بشأن انتشار فيروس كورونا. هذا وأعلنت السلطات الفرنسية تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 73,000 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ولا يزال متحور أوميكرون يتفشى وبشكل سريع في عدة دول أوروبية بينها فرنسا، وسط تحذيرات من إمكانية الوصول إلى موجة سادسة للوباء في مطلع العام القادم. أما ألمانيا فتستعد لتشديد القيود الصحية للوقاية من متحور أوميكرون، يأتي ذلك عقب تحذيرات من خطر مواجهة موجة جديدة مع الانتشار السريع والمثير للقلق للغاية لأوميكرون حتى بين المطعمين. وتسعى الحكومة الألمانية إلى فرض تدابير جديدة كرد فعل على دعوة عاجلة من مجلس خبراء كورونا. بعد مرور شهر على تسجيله في جنوب أفريقيا، يخيم غموض متحور أوميكرون على مشهد الأيام القادمة، فها هو يبث الحذر والحيطة بين الدول والمجتمعات معتمدا على انتشاره السريع ووصوله لأكثر من 80 دولة. ومع ضبابية التعامل معه وسبل محاربته، تتجه دول أوروبية إلى إشهار السلاح الذي اعتاده سابقا باتجاه الفيروس، بإعادة إغلاق مظاهر الحياة خاصة تلك التي تعتمد على التجمعات الكثيفة، وذلك قبيل احتفالات نهاية السنة المنتظرة. فبنهاية 2021 لن ترى الألعاب النارية بشانزليزيه، فيما اتجهت هولندا إلى خطوات أكثر جراءة بفرضها حجرا صحيا شاملا بهدف كبح جماح المتحور. وأمام ما يشهده العالم من تقلبات وحيرة، أعلنت وزارة الصحة عن تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية، ورافق الإعلان إطلاق حملة حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لكورونا والوصول إلى المناعة المجتمعية، خاصة في ظل ارتفاع الحالات المسجلة من 146 حالة يوم الاثنين إلى 222 حالة يوم الثلاثاء. فحتى إن زادت ضبابية متحور أوميكرون، إلا أن الأوساط الصحية تتفق على أن اللقاح تذكرة العبور الآمنة للمجتمعات. أهلا بكم، وينضم إلينا هنا في الاستوديو استشاري الأمراض المعدية دكتور علاء العلي. أهلا بكم وأهلا بك دكتور. زيادة عدد الحالات في المملكة، كيف يمكن المواجهة؟ هل هذا مؤشر خطر أولا، وكيف نتجاوز؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. أول شيء نعم، أنت لو تلاحظ العالم كله الأرقام صارت تزيد يعني في العالم، يعني هذا الفيروس يعني الدراسات الأولية عنه واضح أنه سريع الانتشار. الانتشار السريع هذا متوقع جدا أنه يوصل إلى عندنا هذا الانتشار، لأن الفيروس موجود عندنا أوريدي يعني.
زي ما أنتم شايفين الآن الأرقام، يعني كنا تحت 50 وصلنا إلى 100-130 اليوم 220، فالأرقام قاعد تزيد وبوتيرة نوعا ما سريعة. فنعم يجب أخذ الحذر والوقاية. نعم. طيب هل هناك خطر أنه هذه الحالات التي تزيد، هل هناك ضغط مستقبلي لا قدر الله على الأنظمة الصحية ليس فقط في السعودية ولكن حتى في دول الخليج؟ شوف بناء على المعطيات اللي موجودة عندنا والأرقام اللي شفناها، الحمد لله رب العالمين نسبة التطعيمات، الناس اللي أخذوا التطعيمتين الحمد لله رب العالمين نسبة مطمئنة بإذن الله تعالى. فهذا الشيء بيخلينا إن شاء الله أننا في مأمن من الأرقام اللي قاعدين نشوفها في أوروبا، لأن في أوروبا أنت عارف أن كان الموضوع نوعا ما ضايع. فأنا أعتقد بإذن الله تعالى فيه قلق لكن إن شاء الله أنا ما في خطورة بإذن الله. طيب تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما ماذا يمكن أن يضيف؟ حتى دول أوروبية بدأت في هذا الأمر، قررت مثل فرنسا. هذا ضروري جدا. شوف العائل اللي قاعد يشيل الفيروس في المجتمع هم الأطفال. ترى الأطفال كثير جدا ممكن يكون هذا الطفل شايل الفيروس وما تظهر عليه الأعراض. ضروري أني أنا أعطيه التطعيمة، أقيه وأقي المجتمع من انتقال العدوى. فأنا اللي أراه أرى أنها حتكون خطوة إن شاء الله حيكون لها بصمة في المحافظة على سلامة المجتمع بإذن الله تعالى ككل. الصحة السعودية أعلنت تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر. هذا دواعي لاتخاذ هذه الخطوة برأيك؟ هذا ذكاء صراحة، أنا أشوفها ذكاء، خطوة ذكية جدا. حنا كنا في البداية الحمد لله الأمور طيبة، فمعي وقت ممكن نعطيك 6 شهور 8 شهور حتى وصلنا في لحظة من اللحظات، لكن لما صرنا نشوف الانتشار اللي قاعد يصير، طبعا في دراسة واضحة ومثبتة أن التطعيمتين بعد 6 أشهر من أخذ التطعيم الثانية المناعة تبدأ تنخفض. فوجد بأن التطعيم الثالثة المعززة تزيد من مقاومة الجسم لفيروس أوميكرون بنسبة 25 ضعف. فهذا شيء ممتاز جدا، لذلك الإسراع بالجرعة المنشطة، الجرعة التحفيزية هذه ضرورة ملحة للمعلومية. وبعد الثالثة تأتي الرابعة. ممكن، ليش لا؟ إذا الوضع، أنا حسب الوضع. وهذا اللي أنا أقول لك حنا الحمد لله رب العالمين، يعني قيادتنا والله حكيمة، يا رب لك الحمد والشكر. فلذلك اللي أنا أقوله مهما كان الإنفلونزا الموسمية كل سنة تأخذها عادي، كثرة التطعيمات، الكبد الوبائي تأخذ 3 تطعيمات بخمس شهور عادي. المقصد مو بعدد التطعيمات، الهدف هل فيها نتيجة ولا لا، والحمد لله فيها نتيجة. على مستوى العالم الأرقام مفزعة، الولايات المتحدة برغم أنه في ولاية مثل نيويورك الأرقام جدا مرتفعة فيها، ولكن ما تسرب حتى الآن أنه الرئيس جو بايدن لا ينوي إغلاق عام للدولة. شوف الإغلاق العام أنا أعتقد أنه ما حيكون مناسب في أي مكان في العالم. الإغلاق العام يعني أعتقد أنه يعني فيه المضرة على البلد بتكون أكبر بكثير من المنفعة. أنا أعتقد ذلك، ولاني سياسي محنك ولا هم يحزنون، أنا كل ما هنالك من وجهة نظر طبية، لأن وجهة النظر لا يريدون ذلك بالتأكيد. وجهة النظر الطبية، في عندي سلاح بيدي موجود، السلاح هذا التطعيمة. للمعلومية كثير من الناس اللي لو تذكر الأرقام اللي كانت موجودة، صار فيه أرقام ونسبة التطعيمات في البلد الفلاني كان فيها نسبة خداع عالية، ما كان حقيقي الرقم اللي يظهر. الأرقام اللي عندنا حقيقية، شف انعكاسها على أرض الواقع. الحمد لله رب العالمين حنا الموجة الثانية وبعدها ما شفنا شيء، يا رب لك الحمد والشكر. هناك يتكلمون في السادسة الآن، فالأرقام لا تكذب. فأنا أشوف خداع من أي في أي صورة، ما هو لأنه صحيح. ما الذي يدعو هذه الدول إلى المخادعة في موضوع صحي كذا؟ ما هو صحيح التطعيمات اللي كانت تطلع أن والله الناس خذت التطعيمات بعدد كذا وبعدد كذا، النسبة الفلانية خذت التطعيمة بنسبة كذا، ما هو صحيح الرقم، ما كان صحيح أبدا، وكان فيه نسبة يعني تضليل للإعلام في هذا الموضوع. طبعا أكيد وراءها الناس المناهضين لي الأنتي فاكسرز هذولي، يعني أنا بس أوجه لهم رسالة واحدة فقط لا غير، أنت خوفك من شيء هو تقريبا بعد الله سبحانه وتعالى هو أهم سلاح بيدك، تخاف منه خوفك غير منطقي، لأن الدراسات والإثباتات والعلم يقول عكس الخوف اللي أنت خايف منه. فما أعتقد أن تصرفهم صحيح أبدا. أحد المناهضين لموضوع التطعيم
التلقيع في الولايات المتحدة سياسي كبير، توفي بسبب إصابة للأسف يعني. للأسف، لكن تلقى أن هذا المعلومات اللي زي كذا تلقاها ما تطلع ولا تنتشر ولا كذا، وحنا ما نتشمت، بالعكس أنا رسالة اللي أوجهها للجميع ولنفسي، اللي قاعد يخاف عليك ويحافظ عليك هو وزارة الصحة. وزارة الصحة بنفس الوقت ما هي خايفة عليك وبتقدم لك العلاج لا قدر الله إذا تعبت، هي نفسها اللي قاعد تقول لك خذ التطعيمة. فهل تتوقع أن هذا الشخص هو نفسه اللي بيضرك؟ طيب موضوع الحساسية لدى البعض، الحساسية هذا السؤال على الهامش، هناك أشخاص لديهم حساسية عالية وبالتالي بيتخوف عند قبل أخذ كل جرعة. مهما كانت الحساسية لأي سبب غير إحدى جرعات التطعيم لا ليست عائق للتطعيم، مهما كانت الحساسية، حساسية للطعام، حساسية للعلاجات، حساسية كمرض، مهما كان نوع الحساسية ما هو عائق للتطعيم، ما عدا إذا كنت أنت ماخذ مثلا جرعة التطعيم وصار لك ردة فعل تحسسية من التطعيم نفسها. في هذه الحالة فقط هذا هو الاستثناء الوحيد، غير ذلك توكل على الله وبادر وخذ أقرب تطعيم لك. طيب الموجة السادسة في أوروبا وغيرها من الدول، هل إذا أغلقت هذه الدول، لأنه لم يفلح الإغلاق الأول أو حينما مع بداية انتشار كوفيد 19، فماذا نتوقع مع ظهور دلتا وأوميكرون أيضا؟ شوف دائما المتحورات، كل ما ظهر متحور جديد حط في بالك يعني الصيغة العامة للمتحورات يكون أسرع في الانتشار وأضعف في الإمراضية. الفكرة وين تكون؟ تكون كل ما زاد الانتشار وصار فيه إصابات أكثر امتلأت المستشفيات أكثر وصار فيه ضغط على النظام الصحي في هذاك البلد. فلذلك الهدف الأساسي هو أنك أنت تقلل من الانتشار. كيف تقلل من الانتشار؟ إذا والله أنت عندك مشكلة، تذكر يوم كانت حنا أغلقنا، أغلاقنا ما كان أسبوعين ما كان 10 أيام، هم يغلقون فترة بسيطة ثم يرجعوا يفتحونها، هذه ما تكفي. وليس المهم الإغلاق بقدر ما هو مهم الالتزام أثناء فترة. طبعا أكيد دون شك. فلذلك يعني فيه شروط للأسف ما كانت تحقق، لذلك دائما تشوف الفشل متكرر عندهم. على فكرة التجربة السعودية الآن، ترى الآن صارت تأخذ بعين الاعتبار أنها تجربة ناجحة، والعالم صارت تقلد السعودية بما سووه في مواجهة كوفيد، الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لك استشاري الأمراض المعدية دكتور علاء العلي، شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا، متحور أوميكرون بعد شهر من تسجيل أول حالة مصابة به، تستعد بعض الدول الآن لفرض إغلاقات من أجل الاحتياط من هذا المتحور. نتابع. ونبقى مع متحور أوميكرون، حيث أكدت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية أمبر كوك عدم وجود أي إجابات في الوقت الحالي بشأن وجوب إجراء شركات الدواء تعديلات على لقاحات كوفيد 19 لمواجهة متحور أوميكرون سريع الانتشار، لأنها قالت يبدو أن النوع الجديد شديد التحور وأكثر عدوى من السلالات السابقة ويؤدي إلى موجات جديدة من الإصابات على مستوى العالم. كشف باحثون بلجيكيون أسباب انتشار متحور أوميكرون السريع، وذكروا أن المتحور الجديد قد لا تظهر نتيجته في الفحص خلال أول يومين من الإصابة. كما كشفت الدراسة الحديثة أن عزل المصاب بمتحور أوميكرون لمدة 7 أيام أكثر أهمية من إجراء اختبار كورونا له.
وفي تصريحات متفائلة قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا إن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم، وأشارت إلى أنه سيتحول إلى الأمراض الوافدة مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير وسيتمكن العالم من محاربته. وصلنا مشاهدينا إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة. في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد عسكريا على سياسات خصومه العدوانية كما وصفها، مؤكدا اتخاذ موسكو تدابير عسكرية وتقنية انتقامية في حال تعرض البلاد للخطر. لا نطالب بأي شروط حصرية خاصة بنا، روسيا تدافع عن أمن منطقة اليوراسيوية الذي لا يتجزأ، وفي حال استمر الغربيون في توجههم العدائي الواضح تجاهنا سنتخذ الإجراءات العسكرية والتقنية اللازمة ردا على ذلك. سنرد بحزم على الخطوات العدائية، وأؤكد أن لدينا كامل الحق في ذلك، الحق في اتخاذ إجراءات تضمن أمن وسيادة روسيا. كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا وحثه على مواجهة روسيا يشكل تهديدات خطيرة لأمن بلاده. إذا كان هناك تحركات عسكرية وظهرت أنظمة الصواريخ التابعة للولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا، سيعني ذلك أنهم قادرون على الوصول إلى موسكو خلال 7 إلى 10 دقائق. وفي حالة نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، فهذا الوقت سيتقلص إلى 5 دقائق. بالنسبة لنا هذا هو التحدي الأكثر خطورة لأمننا. وكما تعلمون اقترحت على الرئيس الأمريكي بدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية محددة ومتماسكة. للنقاش تنضم إلينا من موسكو رئيسة قسم الشرق الأوسط في المعهد الروسي السيدة إلينا سوبونينا. سيدة إلينا، روسيا قدمت الضمانات المطلوبة من الولايات المتحدة ولكنها نشرتها علنا، لماذا؟ ما هذا أمر غير معتاد دبلوماسيا. مساء الخير. روسيا تريد أن تستمر في التفاوض مع دول الغرب، وروسيا نشرت هذه المقترحات لأنه لا توجد هناك أسرار كثيرة. رئيس بوتين يريد أن يصحح خطأ ارتكبه الرئيس السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف، وهو في أيام تفكك الاتحاد السوفيتي لم يحصل على ضمانات كتابية موثوقة من قبل دول الغرب حول عدم توسع حلف منظمة حلف ناتو إلى حدود روسيا. الآن رئيس بوتين يقول أنه يريد ضمانات كتابية ويريد تحييد أوكرانيا لكي لن تدخل منظمة حلف ناتو أبدا. لكن البعض يقول بأنه الهدف هو إحراج الولايات المتحدة من قبل روسيا، إما أن توافق عليها هذه المقترحات جميعا أو أن ترفضها جميعا. الخارجية الأمريكية أبدت استعدادها لمناقشة هذه المقترحات، وقالت بعض هذه المقترحات غير مقبول بالنسبة لواشنطن. فهذا يعني أن المحادثات تستمر، هذا يعني أن المساومة قد بدأت. ليس بالضرورة على أمريكا أن توافق على كل هذه البنود أو ترفضها جميعا، لا، هناك بنود ممكن توافق عليها وممكن أن تناقشها مع روسيا. روسيا رفعت سقف مطالبها، هذا هو. طيب ماذا عن الحلف الذي سيتشكل روسيا والصين، ولكن هناك أهداف روسية ربما باستمالة فرنسا من أوروبا إلى هذا الحلف، هل تعتقدين أن ذلك وارد بحكم الخلافات الآن الموجودة بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة؟
الرئيس بوتين قد تكلم بالتليفون مع نظيره الفرنسي السيد ماكرون، لكنني أستبعد إمكانية تشكيل الحلف ما بين روسيا والصين وفرنسا، ففرنسا ما زالت في المعسكر الغربي، ولكن أكيد أن موسكو تريد أن تبني علاقة التعاون اللاحقة مع فرنسا ومع دول أوروبية أخرى. ألمانيا لديها علاقة اقتصادية جيدة مع روسيا، إيطاليا وإسبانيا، هذه الدول تريد أن تستمر في علاقة التعاون مع روسيا. ابقى معنا سيدة إيلينا. أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا تريد حل القضايا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، مشددا على أن بلاده تريد ضمانات أمنية قانونية طويلة الأمد من قبل الغرب وليس وعودا شفهية. النزاعات المسلحة وإراقة الدماء ليس اختيارنا على الإطلاق، لا نريد الوصول لهذا السيناريو، نريد حل القضايا باستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية، لكن أيضا الحصول على ضمانات قانونية واضحة ومفهومة ومحددة جدا. تم توضيح الفكرة الرئيسية لمقترحاتنا على ورقة وإرسالها إلى بروكسل وواشنطن، ونأمل الحصول على إجابة واضحة وشاملة ومحادثات موضوعية وذات مغزى ونتائج يتم التوصل إليها بحلول موعد نهائي محدد وعلى أساس توفر الأمن للجميع. هذا وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن فريقا من البنتاغون توجه مؤخرا إلى كييف لتقييم احتياجاتها في مجال الدفاع الجوي، وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن تقييم الفريق الأمريكي سيكون جزءا من النقاش الأوسع في واشنطن بشأن كيفية مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها. تصعيد روسي أمريكي أوروبي مع محادثات للوصول إلى حل الوسط قبل الانزلاق إلى الصراع العسكري، وأوكرانيا تتحصن بالناتو وتترقب القادم. نتابع مشاهدينا. طيب سيدة إيلينا، كان هناك حديث للرئيس فلاديمير بوتين وقال أن الولايات المتحدة تلتزم بالقانون والمواثيق الدولية إذا كان ذلك في صالحها، ولكنها تعارض ذلك أو إذا كان لا يتوافق مع مصالحها فورا. ألا ينطبق الأمر على روسيا أيضا؟ رئيس بوتين ألقى هذه الكلمة في أثناء الاجتماع في وزارة الدفاع، وأنا كخبيرة دعيت لهذا الاجتماع وحضرته، وكان هناك أيضا وزير الدفاع ورئيس الأركان وضباط كبار وبعض الخبراء، فسأصف لكم أجواء هذا الاجتماع. أنا انطباعي كان أن روسيا في حالة التأهب العسكري أكيد، ولكن لا يوجد خشية، لا يوجد خوف من هذه التهديدات، ولكن في نفس الوقت لا توجد أي رغبة ببدء الحرب. أكيد أنه رئيس بوتين اليوم هو يقوي مواقفه السياسية، يرفع سقف المطالب، ولكنه يريد أن يتفاوض، فهذه المفاوضات هي الآن تستمر، فروسيا من ناحيتها مستعدة لهذه المفاوضات.
أما التنازلات فروسيا في الماضي القريب قدمت تنازلات كبيرة، وكانت هناك دول بلطيق دخلت في سنة 2004 إلى صفوف حلف ناتو، روسيا سكتت على هذا الشيء. الآن أوكرانيا فروسيا لن تسمح بدخول أوكرانيا إلى صفوف ناتو، لأنه أوكرانيا أمرها يختلف، هي على الحدود مع روسيا، هناك ناطقين باللغة الروسية ساكنين في هذه البلاد، وحالة روسيا نفسها هي قد تغيرت، روسيا بدأت أن تنهض وروسيا بدأت أن تكون أقوى، فروسيا لن تسمح الآن أن لدول الغرب أن تتكلم معها بلهجة سابقة. طيب ماذا لو طلبت أوكرانيا بشكل رسمي من الولايات المتحدة الدخول إلى أراضيها، التدخل لدعمها، وهناك حديث من أوكرانيا أنه نريد أن ننضم إلى حلف الناتو، بمثل ما طالب ما تقول روسيا بأنه كان هناك طلب من القيادة السورية للتدخل الروسي في سوريا وهذا ما حصل، هذا مثل ذاك أليس كذلك؟ الوضع مختلف، وبالنسبة لعضوية أوكرانيا في حلف ناتو فهناك قواعد لدى هذه المنظمة، وهي لا تسمح بضم أي دولة فيها نزاعات داخلية، فأوكرانيا لن تدخل في المستقبل القريب إلى صفوف ناتو، أمريكا تعرف هذا الشيء ودول أخرى بتفهم هذا الشيء تماما، ما تريده روسيا هي ضمانات عشان مستقبل البعيد حتى، فبهذا السبب روسيا تريد أن تكون هناك وعود ليست شفهية أما كتابية موثوقة. وبالنسبة ل ظهور قوات أمريكية أو وصول قوات أمريكية أو معدات أمريكية هجومية إلى أوكرانيا، فرئيس بوتين كان واضح اليوم أنه هذا هو خط أحمر، فروسيا لن تسمح بأمريكا أن تتجاوز هذا الخط. ماذا ممكن أن يحدث؟ ماذا ممكن أن يحدث؟ طيب هناك سيناريو المحادثات سيدة إلينا، ماذا يمكن أن يحدث إذا وافقت الولايات المتحدة على ضمان ألا يتوسع الناتو وألا يضم أوكرانيا، هذا أولا، وألا تنشئ قواعد عسكرية أمريكية قريبا من الجمهوريات السوفيتية السابقة بحسب ما ورد في الوثيقة التي طلبت، هل معنى هذا أن روسيا ستكون أقرب إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة، على الأقل تبعد عن الصين قليلا، وهذا ما تريده أمريكا، شيء مقابل شيء؟ لا، أنا أستبعد المساومة بهذا الشكل، والعلاقة ما بين روسيا والصين هي تتطور الآن، فحسب ما أعرف في بداية السنة القادمة الاتفاقية ما بين الصين وروسيا، وهي اتفاقية مهمة تم توقيعها منذ 20 سنة، هي حيتم تمديدها لمدة 5 سنوات لاحقة، وهذا مهم، هي اتفاقية حسن الجوار والتعاون ما بين روسيا والصين. أما السيناريوهات فنحن في تقاطع الطرق، من طرف هناك سيناريو المحادثات مع أمريكا ومنظمة حلف ناتو ودول أوروبية لتقديم ضمانات متبادلة، مثل ما قال بوتين نحن لا نريد شيئا حصريا، نحن نريد حقوقنا، ولكن من طرف آخر هناك سيناريو الحرب ما زال موجود. لكن الوقت في صالح من؟ هذه على حدود روسيا كما قلت أنت سابقا، بالتالي هل الوقت يلعب لصالح الولايات المتحدة وحلفائها أم إلى صالح روسيا؟ ومن سيكون مع روسيا الأهم في لو اندلعت حرب؟ إن شاء الله الحرب لن تندلع، لأنه صدقوني أنا عايشة في روسيا وأعرف الأجواء، وأعرف أنه شعب روسيا لا يريد هذه الحرب أن تندلع. أمريكا هي بعيدة، أما أوكرانيا هي على حدودنا، ونحن لدينا أصدقاء وأقرباء في أوكرانيا، وبعضهم لغاية الآن يتكلمون باللغة الروسية، لأن أوكرانيا كانت من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو نفس الشعب، شعب سلافي،
أما لصالح الوقت لصالح من الوقت عامل الوقت هو عامل مهم، لأنه الوضع في أوكرانيا نفسها هو صعب جدا. أنا لا أستبعد أنه حتكون هناك في السنة القادمة احتجاجات ومظاهرات في داخل أوكرانيا ضد الرئيس الحالي سيد زيلينسكي. شكرا جزيلا لك سيدة إلينا سمونينا، رئيسة قسم الشرق الأوسط في المعهد الروسي، كنت معنا من موسكو. وشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. انتهت ساعتنا الثانية، نلتقي غدا في حلقة جديدة من هنا الرياض. إلى اللقاء.